مرحبا شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور الله، كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. شو في عنا اليوم؟ اليوم مطبخ أردني. أكيد مطبخ أردني هو بلاد الشام، من مطابخ بلاد الشام، بيشبهوا كلهم بعضهم، بس بيمتاز أكيد بشغلات بأطباق خاصة فيه هو، مثل كلنا بنعرفه الجميد. مطبخ بعده محافظ على تراثه، أكيد في تأثيرات بالدول اللي حوله، بس بعده محافظ على تراثه بالمطابخ المعينة. أكله بيشبه كثير أكل اللبناني والسوري بطريقة أو بأخرى، يعني لأن مثلا اليوم حنعمل ورق عنب بالزيت. حلو. تشبه الورق عنب يعني بلاد الشام، بس فيها انه مثلا فيها نعناع يابس زياده، فيها توم بقلب الحشوه غير بلاد ما بتعملها. حنعمل دجاج بطاطا بالصينيه كمان تشبه المطاعم اللي عند المطابخ اللي غير بلاد الشام، بس مثلا بيحطوا فيها جوزة الطيب وكمون وبابريكا فبتفرق شوي. وحنعمل اخر شيء معمول بالمكسرات. حنبلش هلا، حناخذ بقدونس وناخذ شوت. نحن سبق وعملنا حلقة للمطبخ الأردني. أي. شو عملنا وقتها شيف؟ عملنا جميد وعملنا شوي من المميز اللي هن بيتميزوا فيها. بيتميزوا بكم طبق لهم هن، مثل قليت البندورة مثلا إذا سامعة فيها. مرة عملناها بالمطبخ الفلسطيني. فلسطيني كانت البندورة، بس إنه في شبه وحتى بالمطبخ اللبناني كمان في عندهم قلية بندورة. مزبوط. بنعمل كمان من اللحم المفرومة. 100% اللحم المتاولة. 100% حنفرم هلا البقدونس، ما بيهمنا البقدونس يكون كثير ناعم لانه بده يكون حشوه، بس نفرمه. انا كثير بحب الورق عنب بالزيت. ايه هي اكله طيبه. بس يعني صعب انك تلف كميه كبيره. هلا حسب، بتعرفي من زمان بالبيوت بيعملوا جمع عليها القصه، مش انه واحد لحاله. مزبوط، انه تعالوا اليوم الصبحيه عندي يلا نلف كلنا ورق عريش. ورق عريش. فنفس الشيء بالمطابخ بيبقى في فرق يعني اكيب ناس 4-5 أشخاص بيلفوا لفه واحده حتى تكون سريعه على السوق. حتى بتركيا عندنا الورق عنب كله موجود بكل تركيا، بسوريا، بلبنان، بالاردن. شو بيختلف تركيا؟ حشوات، الطعمه، البهارات. في ناس بيستعملوا بما انه بندوره بطاطا فليفله، في ناس ما بيستعملوا كل هول الخضره. كل بلد بيعمل شيء. وانت اي طريقه مفضله عندك شيف؟ اكيد اللبناني. اذا انسى انه اللبناني، لا بشيل المطبخ اللبناني. لا السوري طيب كمان بيشبه اكلنا. حنشيل اضلاع.